للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من عمان أشرف بني محمد خبير سياسات التكنولوجيا. أهلا بك أستاذ أشرف. إذن بداية أستاذ أشرف نريد أن توضح لنا سبب مميزات الخصائص الجديدة التي تعتزم متى لإطلاقها. زي ما تفضلتوا بالتقرير اليوم عم بتواجه ثريدز يعني خطر كبير بعدد المستخدمين الفاعلين يوميا اللي بالإضافة لعدد الاشتراكات، فمش بس فقط الاشتراكات عم تقل، عدد المستخدمين الفاعلين يوميا ما بتجاوز 10 مليون ومدة بقائهم على ثريدز لا تتجاوز 10 دقائق بالمقارنة مع تويتر اللي في عنا فيه أكثر من 250 أو إكس اللي فيه أكثر من 250 مليون مستخدم فاعل يومي بشكل يومي وبيقضوا جزء كبير يعني بتجاوز 25 إلى نصف ساعة يوميا على التطبيق. ميتا اليوم عم بتقدم مجموعة من الخصائص، خلينا نحكي البسيطة، من ضمنها اللي هو المتصفح، استخدام ثريدز على متصفح الإنترنت بدون الابليكيشن في محاولة منها لا أولا المحافظة على المستخدمين الحاليين وزيادة الوقت اللي بيقضوه على ثريدز، والشغل الثاني لجذب مزيد من المستخدمين. فبشكل أساسي اليوم هي استراتيجية جديدة لدى مثال المحافظة على المستخدمين وزيادة الوقت الاستخدام بالإضافة لاستهداف خلينا نحكي فئات جديدة لمستخدمين جدد لتحميل واستخدام هذا التطبيق. إذن يعني اليوم سيد أشرف من وجهة نظرك ما هي أسباب تراجع عدد المستخدمين على منصة ثريدز؟ لماذا كل هذا التراجع من بعد ما كنا قد رأينا هجمة كبيرة على هذه المنصة؟ أولاً خلينا نفسر الهجمة الكبيرة. الهجمة الكبيرة لأنه كانت الموضوع بكل بساطة مربوط مع حساب الإنستغرام، فبكبسة بيكون في عندك حساب على ثريدز وطريقة التسجيل سهلة والداونلود عالي، وبتوقع حكينا على تلفزيونكم المحترم سابقا انه هذا شيء متوقع، ولكن يجب ان ننتظر مدى ومدى التصاق المستخدمين على هذه المنصة. كان المتوقع انه ثريدز يقدم خلينا نحكي خدمة مختلفة ويقدم طريقة جديدة للتفاعل بين الناس. نتذكر جميعا أنه وسائل التواصل الاجتماعي وجدت لخلق مجتمعات ذات اهتمامات مشتركة، للآن لم يستطع ثريدز أن يقدم بديل لإكس أو تويتر بحيث يقدم أخبار وقادرة على خلق مجتمع، أخبار خلينا نحكي تحديدا سياسية قادرة على خلق مجتمعات، وهذه المجتمعات قادرة على بناء شبكات لمجموعة من الناس ذوي اهتمامات مشتركة. فكان هذا تحدي ما قدمت خلينا نحكي المتعة المتوقعة والأساسات اللي موجودة، فلم تختلف كثيرا عن منصات أخرى، لم تقدم خلينا نحكي للمستخدم تجربة مستخدم ممتعة. ما كان في موجود عندنا اللي هو الهاشتاج اللي كان موجود اللي على إكس، لسه كان في مرحلة بيتا فيرجن أكثر من إنها في مرحلة جاهزة لتكون بديل عن منصة إكس أو تويتر. إذن فبعتقد سيد أشرف لضيق الوقت فقط سؤالي الأخير لك والذي ممكن أن يكون قد يهم المشاهد طبعا اليوم، هناك أقاويل على أن هناك رقابة على المعلومات التي تنشر عبر تلك المنصات، كيف ترى ذلك؟ يعني ما قد يكون تأثيره على بيانات المستخدمين؟ ستي خلينا نحكي مش فقط هو عبارة عن اطلاع على المعلومات، هو موضوع الخصوصية للمستخدمين. يعني المعلومات اللي بتجمعها ثريدز عن المستخدمين الآن تقريبا 50% أكثر حسب دراسات لشركات الخصوصية أكثر من أي تطبيقات أخرى، أكثر من تحديدا خلينا نحكي إكس. فكم المعلومات اللي بجمعها لأنها أوردي جزء منه يعني عم بيسحب المعلومات اللي موجودة في تطبيقات كل ميتا، فبشكل عام أكبر بكثير وتمثل تحدي للخصوصية. علشان هيك إذا لاحظت ثريدز ما قدر يفتح أو يستخدم في أوروبا بسبب قوانين الخصوصية المتشددة في أوروبا من خلال الجي دي بي آر اللي بيسموه الجي دي بي آر. فكم البيانات اللي بيجمعها ثريدز عن المستخدمين أكبر بالضعف من البيانات اللي تجمع
بشكل طوعي من خلال منصات أخرى وتحديدا منصة إكس. فهذا كمان بيمثل تحدي لليوم باستخدام الثريدز في أوروبا كاملة. إذن شكرا لك على كل هذه المعلومات سيد أشرف بني محمد، كنت معنا من عمان خبير سياسات التكنولوجيا، شكرا لك.